السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. وبما اننا في موسم العوده الى المدارس، جبت لكم لو كيك ايديال بور لو باك تو سكول، شي حاجه اللي غادي تهنيكم فعلا. كيخرج كميه كبيره مكونات اللي اقتصاديه وموجوده في كل بيت. طريقه ديال التحضير اسهل ما يكون، كيك اللي كيبقى طري ولو يبقى عندكم حتى اسبوع، ما كيتبدل لا المذاق ديالو ولا القوام ديالو، كيبقى هشيش وفتي ورطب. نتمنى انكم تبقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نعطيها لكم مع طريقه ديال التحضير. فعندي هذاك لو ريسيبيون فيه 400 غرام ديال الطحين، بعد ما غربلته غادي نزيد نغربل فوق منه جوج خمارات ما يعادل 16 غرام. نزيد عليهم 160 غرام ديال السكر سنيدة، غادي نزيد رشة ديال الملحة وواحد راس معلقة ديال لافانيون بودر. غادي نحرك هاد المكونات الجافة مع بعضياتها، وغادي ندير واحد الحفرة في الوسط هي اللي غادي ندير فيها السوائل. غادي نضيف جوج حبات ديال البيض، ستاشر سنتيلتر ديال الزيت، وغادي نحتاجو ربعة ديال الحليب أولا 25 سنتيلتر. أما بالنسبة للطريقة فما كاينش مسهل، فكيف ما موضح في الفيديو فقط كندمج هادوك السوائل مع النواشف اللي وجدنا من قبل. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلو عليه، كيكون دقيق لواحد شويه. ما بقى لينا الا اننا نحطوه في لو مول ديالنا وندخلوه باش يطيب. ممكن اننا نستعملوه كيف ما هو. بالنسبه ليا انا غادي نقسمه على جوج، النص غادي نطيبه بوحدو غنخليه بالمذاق ديال لافاني، والنصف الثاني غادي نحضرو بالمذاق ديال الكاكاو. من بعد ما خديت الجزء اللي بالمذاق ديال لافاني فرغته في لو مول كيف ما شفتوا، اللي ضروري يكون مدهون بالزبده ومرشوش بالطحين. الجزء الثاني غادي نضيف عليه ساشي ديال الكاكاو امير، وغادي نضيف تقريبا المقدار ديال جوج حتى ثلاثة ديال المعالق، باش هكا يبقى ليا الكاك ديالي بنفس القوام ويسهل عليا العمليه ديال دمج هذاك الكاكاو في الخليط.
معايا الخليط الثاني غادي نفرغه بنفس الطريقة في مول اللي مدهون بالزبدة ومرشوش بالطحين او لا مرشوش بالكاكاو الا بغينا. وبكل سهولة هانا حصلت على جوج ديال القواليب ديال لو كيك من خليط واحد بمذاقين مختلفين. لمسة اختيارية، ممكن نستعملوها ممكن اننا نستغناو عليها. فالخليط اللي باللون الابيض زينته بدي باستي ديال الشوكولا، وبالنسبه للخليط اللي باللون الاسود غادي نزينه بالقليل من رقائق اللوز. بالنسبه لهذا لو كيك هذا ممكن اننا نزينوه بالطريقه اولا نحضروه بالطريقه اللي اقترحت عليكم، كيف ما ممكن انكم تحضروه باي نسمه بغيتو، ممكن القهوه ممكن المذاق ديالو سيترون، فلا باس كتبقى نفسها، ولكن المذاق حنا اللي كنتحكموا فيه. ممكن جدا اننا نحضروا كيك واحد مغبغي بالخليطين بجوج، كيف ما ممكن اننا نحضروا منه ميم دي ميني كيك او دي كاب كيك. فالخليط راهو ستوندار كنحضروا منه شنو ما بغينا وكيفاش محتاجينه. من بعد مسألة التحضير ديال لو كيك، فأهم ملاحظة خصنا ناخدو بعين الاعتبار هي أننا نخليوه كيرتاح أقل شي نص ساعة في الثلاجة. مباشرة كندخلوه يطيب في الفران اللي يكون مسخن مسبقا بحال اللي كنطيبو أي نوع من أنواع ديال الكيك حتى كيطيب ونخرجوه. وهادو هما القوالب ديال لو كيك ديالي، من بعد ما خرجتهم من الفران دوزو معايا تقريبا 30 دقيقة في الفران. هذا اللي بالمذاق ديال لافاني، وهذا اللي بالمذاق ديال الشوكولا اللي زينته برقائق اللوز وشويه ديال لي بيبي دو شوكولا. كتلاحظوا معايا بانهم كيجيو مرتفعين، كيك اللي كيجي فريمون طالع وكبير ومهوي، ولو ان نسبه الخميره فيه ماشي كثيره ونسبه البيض كذلك ماشي كثيره، ما طلعناهش ما عطيناه ان فوليوم ولا حتى شي حاجه، ولكن لو كيك تيجي بومبي مهوي كيجي مشقق. هذا هو الكيك المعتمد في المخابز، علاش؟ لانه ما فيهش مكونات كثيره ولكن كيحافظ على الطراوه ديالو، ما كينشفش نهائيا. نخليه حتى يبرد ونقطعو لكم باش تشوفوا الشكل ديالو من الوسط. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي من بعد ما فقد من الحراره ديالو. هنا ديموليتو باش نقطعو لكم باش تشوفوا الشكل ديالو من الوسط كيفاش تيجي. راه تيجي فريمون خفيف مهوي وتيجي رطب وتيحافظ على هذا القوام كيف ما قلت لكم، ولو يدوز عندكم سيمانه في الدار. طبعا الا دوزها لان كيجي المذاق ديالو لذيذ والوليدات تيحمقوا عليه. وبالنسبه لي انا هذا هو لو كيك ايديال بالنسبه لهاد الفتره هذه، فكنحتاجوا الوليدات كيخرجوا من المدرسه كيبغيو شي حاجه اللي تكون واجده في الدار. جربوه ما غاديش تندموا. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. نخليكم مع بعض الصور النهائيه، خليت لكم الراحه والى فيديو مقبله.